التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، والتحيه متجدده بحضراتكم من جديد مع انطلاقه جديده من انطلاقات الخير والبركه، وهو شوطنا ايضا الثاني عشر او شوطنا الرابع عشر عفوا في مجموع اشواطيه هذا اليوم الخاص بالابكار الاذاعه المهجنات الاصايل. انطلاقه موفقه نتمناها للجميع. نسير نحو المقدمه والبدايه والمركز الاول في هذه الانطلاقه. نسير نحو المقدمة والبداية الأولى، هذه شعاع اللي على المقدمة وعلى المركز الأول. تتقدم هنا حاملة رقم 12 متواجدة شعاع بشعار سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الحبابي. الشعار مو بشعار سعيد بن مصلح لكن الاسم والرقم. أيضا نسير مع المقدمة، ناخذ اللي على المركز الثاني. المركز الثاني في هذه اللحظات اللي على ثاني المراكز. نشوف هناك اللي قادمة من الجانب الآخر، هذه هي كيف محمد بن سيل بالذويب العامري اللي تقدمت في هذه اللحظات. متابعينا الكرام، ناخذ اللي على المركز الثالث، وفي المركز الثالث هذه هي الجابرية بشعار مسري بن سالم بالعرطي الحميري، بينما نتابع المركز الرابع. المركز الرابع من الجانب الآخر، هذه مزنة تتقدم، مزنة بشعار سعيد بن محمد بالطماطم العفاري ياتينا على المركز الرابع. أما في المركز الخامس، في المركز الخامس هذه همس سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي يقدم لنا همس الآن اللي وصلت على المركز الخامس وسادس المراكز. نراقب هنا الوصول مع المركز السادس. المركز السادس أخرنا شوي لنتابع هنا غزلان بشعار عوض بن خويتم بن بخيت العامري تحتل المركز السادس، بينما في سابع المراكز هذه رسمية علي بن محمد بن سلطان العويسي على سابع المراكز، وثامن المراكز هذه الآن أيضا تتقدم في مشاهدين الأعزاء ناس لمطر بن أحمد بن عبد الله بالعبيدة على ثامن المراكز، وتاسع التحديات. في المركز التاسع هذه هي غزوة سهيل بن حمد بن محمد العامري، وعاشر المراكز بلقى هنا أيضا انهار سعيد بن عامر بن سالم المغيري. هذه هي نتيجتنا وندائنا للعشر المراكز الأولى. فينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، إلى البداية وإلى المقدمة الأولى. هذه هي مزنة اللي مسيطرة، مزنة اللي على المقدمة الأولى، سعيد بن محمد بالطماطم العفاري، أهالي المصانع الجنوبية قادمين بهذا الأداء الجميل والمتميز. بينما في المركز الثاني، في المركز الثاني أشوف هنا القادمة الجابرية، الجابرية المسري بن سالم بالعرطي الحميري، بينما ناخذ
اللي على المركز الثالث، وهذه الان تتقدم غزلان عوض بن خويتم بن بخيت العامري المركز الرابع. المركز الرابع رسميه معلنه هذه الانطلاقه الرسميه، علي بن محمد بن سلطان العويسي، وهنا القادمه في هذه اللحظه الزاهيه عبد الله بن علي بن سعيد الرايحي العليلي. الله 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 الله، شوف هنا وراغب الاثاره، راغب التحدي، بهليبه قادم، بهليبه يقدم لنا الان صواب عبد الله بن علي بهليبه الفلاسي. 1200 عن خط النهايه، 1200 عن خط النهايه، وغيرت الان، غيرت رسميه على الصداره، علي بن محمد بن سلطان العويسي في صداره الشوط، ولكن الزاهيه عبد الله بن علي الرايحي العليلي يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث اللي تقدمت واللي وصلت من الجانب الاخر الجابريه، مسري بن سالم بالعرطي الحميري. المركز الرابع، بن خيتم، والمركز الخامس منصور علي بن الصغير العويسي، وهنا الان اللي وصلت في هذه الانطلاقه هذه الزاهيه احمد بن عتيج الرميثي. واصل الان، ولكن الزاهيه ما شاء الله وتبارك الله، انطلقت الزاهيه، عبد الله بن علي الرايحي العليلي يقدم لنا الزاهيه اللي انفردت، مع الامتار الاخيره. سلام يا ابو علي، دايم يجيب النوعيات المثيره، يقدم السلالات المتميزه في جميع المحافل، يقدم لنا الزاهيه اليوم على ارضيه هذا الميدان لتكرر الانجاز، لتجدد الانجاز لهذا الشعار الكبير. سلام إمارة رأس الخيمة، وتحية لأهل السوان على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار اللي تحقق لنا الزاهية عبد الله بن علي الرايحي العليلي. تهانينا لك على هذا الفوز يا أبو علي، لحظة وصولها إلى خط النهاية محقق الفوز الزاهية. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام اللي هي منصورة علي بن الصغير العويسي، والمركز الثالث الجابرية مسري بن سالم بن عرض الحميري. المركز الرابع وصل شعار سعيد بن عامر المغيري. المركز الخامس، وصلت الان اللي هي متابعي الكرام لازيم لسالم بن حمود المالكي. هذه هي نتيجتنا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء للخمس